انهالوا علي في تويتر وتشمتوا في شهادة ابني. الغريبة ان متى كانت الشهادة شماتة؟ انتي حرضتي ضدنا وهذا الله انتقم منك وخذ ابنك. انزين كيف شهيد وانتقام؟ يعني ما ادري كيف العقليات هذه تفكر. يعني نفس الشهداء ام تتشمتون عليها باعتبار ان عقوبة من الله، وام اخرى في نفس الحادثة تقولون لها انت ام شهيد وتكرموها. كيف ممكن تكون الشهادة مرة شماتة ومرة مكافأة؟ كيف العقول هذه ما تفكر؟ وانا ما الومها لان تم سرقتها على مدى عقود من الزمن. فاللي حصل ان المتعاطفين معاي من الوطن ومن خارج الوطن شكلوا عدد هائل. انا ما انسى ابدا، ما حييت وقفة الوطن معي، أبناء الوطن معي. يعني ما أنسى أبدا كل عين دمعت على ابني كما لو كان ابنها. ومن الأمور اللي شرفني وترفع راسي أن لما يذكر ابني محمد ما يذكر كشهيد طائفة. يعني كرموني بأنهم دائما يقولون محمد شهيد الوطن. أليس هذا انتصارا؟ أن يصير سني يقول عن شيعي أنه شهيد الوطن والله يرحمه. هذا تقريبا يعني غاية المنى، أن يصير شهدائنا شهدائكم وشهدائكم شهدائنا. أن ما نسمي القاتل شهيد ولا نسمي المتطرف واحد منا. يفترض أن كل فريق يواجه تطرف فريقه، وأن احنا نبدي نوضح مواقفنا حقيقة، ما نخلي الآخرين يتكلمون بلساننا ولا نتبنى آراء الآخرين.